الحصات والمتكونة من لاحق إشارة موديل بدخل يدوية نوع تسبيس وهي من صنع ألمان. هذه الزيارة تمكن وسائل الإعلام ومن خلالها الجمهور للتعرف عن قرب بمهام الفوج العتاد والتجهيزات التي يتوفر عليها لتنفيذ المهام المنوطة به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مثل هذه التظاهرات الإعلامية تؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تسليط الضوء على التطورات الاحترافية التي بلغتها قواتنا المسلحة، وحرصها على تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية ومن خلالها تعزيز العلاقة جيش أمة.